دي ان اي مساء الخير. من بعد الاستفتاء الكردي على استقلال كردستان العراق وبما بدا انه رد على اجراء الاستفتاء وعلى نتائجه، نجحت القوات العراقية المركزية بفرض الامن على محافظة كركوك واستعادت السيطرة على المناطق المهمة المتنازع عليها مع الاكراد واللي كانوا الاكراد سيطروا عليها سنة 2014 بالاضافة لاجزاء كان سبق وسيطروا عليها ب 2003. القيادة العامة للبشمركة الكردية اتهمت مسؤولين بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس بالمساعدة على تسليم كركوك للحكومة المركزية ببغداد، ووصفت الأمر بالمؤامرة ضد الشعب الكردستاني. وبذات الوقت مسؤولين محسوبين على مسعود برزاني اتهموا الإيرانيين بالمشاركة بالعمليات بكركوك عبر الحرس الثوري. عم بعطيكم كل هالباك جراوند لأقول شغلة، إنه خيي طيب البرزاني طبيعي يتهم منافسينه الأكراد، فهمنا، بس خي شو خص إيران؟ كل شيء بتتحجوا لي إيران فيه ليه؟ في كركوك أسقط العراقيون المعادلة التي حاول فرضها مسعود البرزاني على العراقيين، فاستعاد الجيش العراقي والحشد الشعبي المناطق النفطية الاستراتيجية في المدينة ومرافقها الحيوية بهدوء سياسي وحزم عسكري. العراقيون أسقطوا معادلة برزاني، شو خص الإيرانيين؟ كل شيء إيران 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 إيران. أمريكا عندما تصوب على إيران لا تصوب على البرنامج النووي إنما تتخذه ذريعة، هي تصوب على الدور الإيراني في المنطقة، وإيران ردت بالفعل على الموقف الأمريكي بإسقاط مشروع الانفصال والسيطرة على كركوك. هذه ردود إيرانية حاسمة على الموقف الأمريكي. شخص إيران من أبو السوس، شو عليها إيران؟ لا ومهضوم قد ايه ببعض اللحظات بيطلع هرمون السيادات الوطنية مع إعلام محور إيران، بصير لاحقك بأنه العراقيين قاموا بكذا، السوريون هم من فعل كذا، يعني بيضرب هرمون السيادات الوطنية على الآخر. ماذا أراد دمشق من صد الطائرات الإسرائيلية المعادية فوق الحدود مع لبنان؟ المنظومة الدفاعية الجوية السورية تشغل محركاتها مستهدفة طائرات معادية. ما زالت الرسائل الصاروخية السورية ترسم الخطوط الحمر على طول المشهد في المنطقة. الذي بادر لإطلاق النار وقائيا هو الجيش السوري. أن الصاروخ السوري فكان حزم بالقرار، حاملا رسالة الرئيس بشار الأسد إلى من يهمه الأمر. كانت الرسالة السورية حزم في الميدان، حزم بالقرار. تفضل بعد شوي إذا حس عليك قمت من قدام التلفزيون رحت على المطبخ بيطلع لك من قلب البراد عم تفتحه السوريون شو في من الميكروويف بيطلع من فوق الغسالة إصرار لا حدود له إنه العراقيين عملوا هيك، السوريين عملوا هيك، اليمنيين غيرهم، وكله شو خص إيران؟ شو بس ليه لا؟ إيه عن جد شو خص إيران؟ الكل يعرف بأن أمريكا عندما تصوب على إيران لا تصوب على البرنامج النووي إنما تتخذه ذريعة، هي تصوب كما قال ترامب نفسه في الديباجة في حديثه، تصوب على الدور الإيراني في المنطقة، وإيران ردت بالفعل على الموقف الأمريكي بالصاروخ الذي أطلق على الطائرة الإسرائيلية. شو قص إيران؟ لأنه اللي عم بيحلل مقتنع أنه كله هيدا شغل إيران، المعلق مقتنع والإعلام مقتنع واللي عم يشتغل سياسي مقتنع أنه إيران، وإيران نفسها مقتنعة وعم تعطي كل الإشارات أنه إيه أنه هيدا نحن اللي عم نعمل كل هول. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاتفاق النووي اختبار كبير لحكومات دول العالم، معتبرا الالتزام به أساس الطمأنينة في العالم. يعني احكوا معي كإيران بتروق، تجاوزوني كإيران بتولع. طب ليه السيادة العراقية أو السورية أو اليمنية ما بتكون عم بتقوم بأفعال سيادية لما إيران مرتاحة؟ ليه هالأفعال السيادية دايما على توقيت المصلحة الإيرانية؟ لأن القرار إيراني، لأن مثل ما قال المحلل على المنار، إيران ردت بإطلاق الصاروخ وإيران ردت باستعادة كركوك من الأكراد، كله شغل إيران. أصلا بالنسبة لإيران ما في دول، هي مش معتبرة أنه في دول سيادية بالمنطقة. بيقول علي أكبر ولاية مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، بيقول إن حضور طهران في دول المنطقة يأتي في إطار اتحاد للمقاومة مثل ما لدى الأوروبيين اتحاد أوروبي. يا حبيبي
مثل ما في اتحاد اوروبي، شكلنا في المنطقة اتحادا للمقاومة. وهذا بعد اهم من الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي حافظ على الدول، عمل اتحاد اعلى من الدول، بس بقيت اتحاد ولايتي الغى الدول لصالح المقاومة، عمل اتحاد مقاومة والغى الدول، مش فوق الدول او اعلى، الغيها، اتحاد الغى الدول. ومثل الاتحاد الاوروبي اتحاد المقاومة عنده عملة موحدة للتداول والتجارة، هي دماء الناس اللي عايشين بهيدي المنطقة، وعنده كمان سوق مشتركة هي سوق القضايا المقدسة، الصرف. الصرف عنا والقبض بطهران. إلى اللقاء.